بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ مع بعض كده مراجعة الفصل الرابع اللي هو التيار المتردد. أول سؤال نقوله ما هو التيار المتردد؟ التيار المتردد لما نيجي نعرف التيار المتردد، التيار المتردد هنقول هو تيار لما جينا نعمل الدينامو قلنا في خلال الدورة كاملة فيه 4/4، ففي الربع الأول هو تيار تزداد شدته ليصل لنهاية عظمى ثم يقل وينعدم. طبعا بنعمل العلاقة بالشكل ده كده، ثم يعكس اتجاهه ويزداد ويصل لنهاية عظمى ثم يقل وينعدم. يبقى لما نيجي نقول التيار المتردد هو تيار تزداد شدته ليصل لنهاية عظمى ثم يقل وينعدم ثم يعكس اتجاهه ثم يعكس اتجاهه ثم يقل وينعدم. دورة كاملة، ربع الدور الأول، ربع الدور الثاني، ربع الدور الثالث، ربع الدورة الرابع. أنو تيار متغير الشدة والاتجاه، متغير الشدة والاتجاه. طيب هيقول أيهما أفضل، التيار المتردد ولا التيار المستمر؟ طبعا عشان نعرف أيهما أفضل بنشوف مقارنة ما بين التيار المتردد والتيار المستمر. التيار المتردد لما جينا نقول قبل كده السؤال اللي تذكروه في المحول، جهاز لرفع أو خفض الجهد المتردد. التيار المتردد قلنا يمكن رفعه وخفضه، لان المحول قلنا من اهميه المحول جهاز لرفع وخفض الجهد المتردد، اذن يمكن رفعه او خفضه. طبعا ده لا يمكن رفعه او خفضه. التيار المتردد بدل ما يمكن رفعه وخفضه اذا يمكن نقله الى مسافات بعيده، يمكن نقله الى مسافات بعيده، الى مسافات بعيده. بعكس بقى التيار المستمر بما انه لا يمكن رفعه وخفضه اذا لا يمكن نقله الى مسافات بعيده. التيار المتردد يمكن تحويله إلى مستمر، يمكن تحويله إلى مستمر، إلى تيار مستمر، إلى تيار مستمر. هتقول إزاي؟ طبعا عن طريق مقاوم التيار واستخدام عدد كبير من اللفات. مقاوم التيار ده قلنا هو نصف أسطوانة في لما خدنا درسنا الدينامو. ده لا يمكن، ولكن هناك حديثا اللي هو جهاز اسمه انفنتور، ده وظيفته انه ممكن لو تيار مستمر نقدر نولد به تيار متردد كما يحدث في الخلايا الشمسيه. الدينامو هو بيلف بيعمل عدد من الدورات، دي دوره واحده فقط. تخيل في الثانيه الواحده التردد في مصر كام؟ 50 هرتز. 50 هرتز يعني 50 ذبذبه زي دي بالظبط في الثانيه. فلما نيجي نقول ما هو ما معنى قولنا ان تردد التيار في مصر، تردد التيار في مصر مثلا 50 هرتز. معنى الكلام ده ان عدد الذبذبات الكامله في الثانيه الواحده 50 ذبذبه. يعني لما جينا ندور نعمل دوران، ما هو الدينامو تحويل الطاقة الحركية الكهربية، فمن تدور الملف أن العدد أي أن عدد الذبذبات، عدد الدورات الكاملة في الثانية الواحدة الكاملة 50 ذبذبة في الثانية في
الثانية الواحدة. نقول عدد الدورات، عدد اللفات الكاملة 50 ضريبة في السنة. طبعا لما نيجي بعد كده على استخدام كل واحد منهم، طبعا احنا عارفين التيار المتردد له تأثير حراري، والتيار المستمر له تأثير حراري وتأثير ضوئي. اذا التيار المتردد لهم نفس الشبه، في يبقى اوجه الشبه بينهم، اوجه الشبه بين التيارين ان لهم تأثير حراري وضوئي، الاثنين لهم نفس التأثير الحراري الضوئي، لهما نفس التأثير الحراري والضوئي. ولذلك ممكن استخدمهم في الإضاءة، في تسخين. أما الاختلاف إن التيار المتردد متغير الشدة والاتجاه، بينما المستمر ثابت الشدة. ولذلك يستخدم التيار المستمر، يستخدم التيار المستمر في عمليات الطلاء والتحليل الكهربي، في عمليات في التحليل الكهربي اللي هي الخلايا التحليلية والطلاء بالكهرباء، هذا الشيء. طيب الأميتر الحراري، الأميتر الحراري يهمني فيه فيما يستخدم وفكرة عمله. تعال نشوف وبعدين تركيبه. قلنا الأميتر الحراري ممكن يستخدم في قياس التيار المستمر، والقيمة الفعالة للتيار المتردد. ايه معنى الكلام ده؟ التيار المتردد احنا، طب ليه يستخدم في التيار المتردد والتيار القيمة الفعالة المتردد والتيار المستمر؟ لان لكل منهما تأثير حراري، التيار المستمر له تأثير حراري والتيار المتردد له تأثير حراري، بس بنقدر نعمل معيار للطاقة الحرارية التي يولدها التيار المتردد كقيمة في التيار المستمر. طيب ولذلك فكرة العمل التأثير الحراري، التأثير الحراري. يعني مثلا ممكن يقول لك طب ليه يستخدم الأميتر الحراري في قياس المتردد والمستمر؟ لأن كل منهما له تأثير حراري، وفكرة العمل هو تأثير حراري. تعال نشوف التركيب. التركيب عبارة عن سلك من البلاتين والإريديوم. كنت سأقول لك إيه؟ ما دور سلك البلاتين والإريديوم اللي هو ده إي بي، وليه اخترناه بلاتين وإريديوم؟ يبقى نيجي نقول دلوقتي، هو أول حاجة ليه استخدمنا بلاتين والإريديوم؟ بلاتين ما أو ما دور سلك البلاتين والإريديوم طبعا بيتميز بأن له مقاومة ويتحمل الحرارة العالية، لأن احنا عارفين عند مرور التيار في السلك ينشأ عنه حرارة بسبب مقاومته، أو المقاومة هي الممانعة التي يلقاها التيار أثناء مروره في الموصل. فبيتميز من ستين، أول حاجة بيسخن عند مرور التيار، يسخن عند مرور تيار كهربي بسبب مقاومته. اتنين اتحمل درجة الحرارة العالية. طيب هنيجي هنا نضع هنا خيط حراري، كلمة حراري، بيلف حول بكرة ملساء، وهنا سلك زنبرجي بهذا الشكل. طيب السؤال يقول لك ايه؟ ما دور
السلك الخيط الحراري، الخيط الحراري ده علشان يبقى ملفوف حول بكرة ملساء، والبكرة الملساء دي مثبتة على مؤشر، مثبت عليها مؤشر، بحيث عندما تدور البكرة يتحرك المؤشر بهذا الشكل. طيب يبقى نقدر نقول الخيط الحراري لكي يكون ملفوف، عشان يبقى ملفوف حول بكرة ملساء، ملفوف حول بكرة ملساء، والبكرة الملساء دهيت مثبت عليها مؤشر. طبعا بالمنطق والعقل ممكن نستخدم حديد ولا الألمنيوم، من أخف الألمنيوم، فنقول الألمنيوم عشان يسهل إيه حركته. عن أما الزنبرك ده فائدته إن عند تمدد سلك البيتونوليديوم الزنبرك بيشده لأعلى لأسفل، يبقى نقدر نقول الزنبرك السلك الزنبركي علشان يشد، عشان يقدر يشد مين؟ يشد سلك البلاتين، لكي يشد سلك البلاتين وبالتالي يعمل على تدوير مين؟ البكرة. طيب هنيجي نبص التدريج هنا. من الأسئلة اللي ممكن تيجي في النقطة دي، ما هو تدريج الأميتر ده؟ الأميتر تدريج الأميتر الحراري منتظم ولا غير منتظم؟ تعال نشوف كده. هنلاحظ ان هنا صفر، تدريج صغير بالشكل ده، ثم بعد كده تدريج قيمته تزيد شوية بالشكل ده. على اذا تدريج غير منتظم. السؤال هنا يقول لك علم ليه تدريج الأميتر الحراري غير منتظم. تدريج غير منتظم، تدريج الأميتر الحراري غير منتظم. الإجابة على هذا السؤال، فكرة العمل تبنى على إيه؟ على التأثير إيه؟ الحراري، يعني الطاقة الحرارية. وإحنا عارفين بما إن الطاقة الحرارية أو القدرة الكهربية المستهلكة بتساوي أي تربيع في آر، أي تربيع في آر. طيب تعال نشوف كده، السلك مقاومته ثابتة، يبقى العلاقة بين البي والآي علاقة طردي، يبقى كلما زاد التيار زادت القدرة المستهلكة، بس زادت لمين؟ للتربيع. يبقى الإجابة لأن القدرة المستهلكة تتناسب طردي مع مربع التيار. إيه معنى العبارة دي؟ يعني التيار زاد للضعف، يبقى الطاقة الحرارية زاد 4 مرات، التيار زاد 3 مرات، الطاقة الحرارية زاد 9 مرات. إذا نفهم من كده التدريج ده يكون غير منتظم. يبقى الإجابة لأن الطاقة الحرارية لأن الطاقة الحرارية أو القدرة الكهربية المستنفذة، القدرة المستهلكة أو المستنفذة أو الناتجة، أو الطاقة الحرارية الناتجة، الطاقة الحرارية الناتجة تتناسب طرديا مع مربع شدة التيار، تتناسب طرديا مع مربع شدة التيار، تتدي تناسب طردي مع مربع شدة التيار. طيب لما نيجي نقول بعد كده بالنسبة للجلفانوميتر، احنا خدنا قبل كده الأوميتر غير منتظم. السبب لما قلنا التيار يتناسب مع مجموعة مقاومات، هنيجي للسؤال، هل ايه العيوب هذا الجهاز؟ عيوبه واحد انه يحتاج الى وقت او حركة المؤشر بطيئة، حركة المؤشر بطيئة. ايه السبب؟ اقول لك ايه السبب، لان عند مرور التيار في السلك يحتاج الى وقت لتسخينه، عندما يحتاج وقت لتسخينه لكي يقوم الزنبرك بشد الخيط الحراري، إذن هتكون حركته بطيئة. يبقى حركته بطيئة ليه؟ لأنه يحتاج إلى وقت لتسخين هذا السلك البلاتين. 2،
يتأثر بالعوامل الجوية، بالحرارة، تأثر بالحرارة اللي هي العوامل الجوية، العوامل الخارجية. طب ازاي؟ هنفترض ان الجو حر، يوم صيف حر جدا، طبعا ده هيتمدد، تمدد بدون نور تيار، فإذا تمدد يشده مين؟ سلك الزنبرك، فيتحرك المؤشر ولا ينطبق على الصفر. يبقى إذن يتأثر حيث يتمدد بحرارة الجو. ولذلك السؤال يجي بشكل تاني، لماذا لا أحيانا لا ينطبق المؤشر على صفر التدريج؟ هنقول لتأثره بالعوامل الجوية أو الخارجية زي الحرارة. يقول لك مثلا ليه يجب معايرة الجهاز من وقت لآخر؟ لازم تأثره بالعوامل الجوية. طب ازاي نتخلص؟ ازاي نتخلص من العوامل الجوية او تمدد الحرارة او عدم انطباق المؤشر على صفر التدريج؟ بسيطة خالص، ان احنا بنيجي نثبت السلك البلاتين ده هوت على قاعدة لها نفس التمدد. نثبت سلك البلاتين على قاعدة بحيث إذا بمقدار تمدد سلك البلاتين هتتمدد القاعدة التي مثبت عليها. يبقى نقدر نقول للتخلص، يبقى يجب تثبيت سلك البلاتين، يجب تثبيت سلك البلاتين على قاعدة لها نفس معامل التمدد. إذا نقدر نقول إن العيب بتاعه، عيبين هوت، إن هو حركة المؤشر بطيئة، يتأثر عن جوي. معروف عشان حركة المؤشر بطيئة ليه؟ لأنه يحتاج إلى وقت التسخين وتمدده، ويتأثر بالحرارة الخارجية، وبالتالي يمكن التخلص من ذلك بتثبيت سلك البلاتين على قاعدة لها نفس معامل التمدد. طبعا بنوصل بمجزئ التيار، عشان معظم التيار مجزئ التيار بالشكل كده، اللي هي مقاومة صغيرة، علشان معظم التيار يمر مقاومة، هنفترض دي مقاومة أومية كده متصلة بمصدر تيار متردد، بس هنسميها مقاومة أومية عديمة الحس. مقاومة أومية، يبقى الدائرة دي اسمها دائرة مقاومة أومية عديمة الحس. ايه معنى العبارة ديت؟ أومية طبعا اي سلك يمر فيه تيار ليه مقاومة. نطبق لها قانون أوم المعروف اللي احنا عارفينه الفصل الاول، اللي هو فيه بيساوي اي في ار. وإذا ما السلك بيلاقي ممانعة لقاء التيار في التيار المستمر، برضه بيلاقي ممانعة في التيار المتردد، ونسميها مقاومة هنا أومية بالشكل ده. طيب إيه معنى عديمة الحس؟ في سؤال خدناه قبل كده تذكره، ليه تلف المقاومة لفا مزدوجا؟ لما نيجي نصنع مقاومة بالشكل ده، السؤال ده المعروف، ليه تلف المقاومة لفا مزدوجا كده؟ الإجابة على هذا الكلام، عشان المجال الناشئ عن اللفة الأولى يلاشيها المجال الناشئ عن اللفة الثانية، وبالتالي منعنا الحث الذاتي في الملف، وبالتالي هنسميه في الحالة دي ملف عديم الحث. يبقى ده ليه تلف المقاومة لفا مزدوجا حتى تصبح مقاومة أومية عديمة الحث. طيب احنا خدنا في الدينامو ان ايه في اربع في الدورة الواحدة اربعة ارباع، الجهد يزيد في الربع الدورة الاولى ثم يقل وينعدم ثم يعكس اتجاهه ويزداد ثم يقل وينعدم بالشكل ده كده، يقل وينعدم في نفس ده، نسميه الجهد قوة الدفع. يا صاحب هذه القوة الدفع تولد تيار مستحس بالشكل ده، ولذلك لما جينا ناخد
قانون القوة الدفع اللحظية، القوة الدفع اللحظية هتساوي اللي هي اللحظية في الحالة ديت، هتساوي القوة الدفع العظمى اللي هي الماكس في ساين ثيتا. يبقى القوة الدفع اللحظية تزداد أو تزداد في نفس اللحظة، هيزداد التيار معاه. يبقى التيار اللحظي هيساوي تيار العظمى. طب جبناه منين؟ لأن المقاومة ثابتة، فلما نيجي نقسم ال V على R هنحصل على مين؟ على الآي. يبقى بما أن الآر ثابتة، إذا مقدار الزيادة في الآي هيساوي الزيادة فين؟ يعني بهذا بنفس المعدل أقصد، يبقى ساين ثيتا. وحصلنا هنا على اللون الفي، يبقى دي دالة جاذبية تزداد مع زيادة التيار. إذا فرق التور يساوي كام؟ صفر. فرق التور يساوي صفر بين مين ومين؟ بين الجهد، فرق التور بين الجهد وبين التيار. لما نيجي نعبر عنه بالرسم، لو فرضنا ان التيار اي، الجهد كمتجه معاه بهذا الشكل، يبقى هنا الفي، يبقى نقدر نقول فرق التور بين الجهد والتيار بيساوي كام؟ صفر. اول ما نسمع كلمه مقاومه اوميه عديمه الحس. طيب لو جينا بالشكل ده كده، طبعا ده بقى ده ممكن ده ملف بنسميها دائرة ملف حسي بتيار متردد. طيب ملف حسي بس عديم المقاومة، هل ينفع يبقى عديم المقاومة؟ يبقى نسمي دي دائرة عديم المقاومة مع تيار متردد، مع تيار متردد. طبعا تاخدها كلمة كلمة، ملف حسي ماشي، لو حسي ذاتي ده مفيش مشكلة، اللي هو معامل حاسة ذات ليه ال. عديم المقاومة صعبة شوية، لأن أي سلك لازم يمر فيه تيار ليكون له مقاومة. طيب إيه ما المقصود بهذه العبارة عديم المقاومة؟ نفترض إن مقاومته صغيرة جدا وتقول للصفر أو تقترب للصفر، ده تجاوزا. لكن معروف دايما أي سلك ينشأ عنه إيه؟ ممنع. وهذه الممنعة في الحالة دي نسميها مفاعلة حسية، لأن احنا اهملنا المقاومة الأمية. لما نرسم برضو العلاقة بين الجهد بين القوة الدفعة والزمن، هنا هنلاحظ ان VL او تزداد القوة الدفعة تزداد او VL، يعني VL الجهد عبر الملف VL هتزداد تزداد ثم تصل الى عظمى لأنه متردد، ثم يقل وتنعدم، ثم يعكس اتجاهه، ثم يقل وينعدم بهذا الشكل. دي دورة كاملة لأنه تيار متردد، في الربع الدورة الأولى تزداد ثم يقل ثم يعكس اتجاهه طول الوقت على تيار متردد. طبعا احنا عارفين هنا صفر، هنا الزاوية 90، هنا الزاوية 180، هنا الزاوية دورانه بزاوية مثلا 270 360. هنلاحظ ايه؟ إن أول ما يصل القوة الدفع إنها عظمى بتقوم تتولى التيار مستحث عكسي. كلمة عكسي يعني في اللحظة اللي في الجهد هيقل التيار هيزيد، هيزيد. أصبح التيار نهاية عظمى والقوة الدفعة كام؟ صفر. يبدأ بقى تاني العكس، يقل التيار مستحث ليصل للصفر لما كانت القوة الدفعة ايه؟ عظمى، وهكذا. يبقى ده هنسميه ده الآر. نلاحظ هنا ان فرق الجهد يتقدم عن التيار بتسعين درجة. ممكن في الامتحان يجي لك رسمة زي دي، يبقى دي اسمها المقاومة، دي دايرة بتعبر عن دايرة لملف حسي عديم المقاومة. ممكن تيجي بهذا الشكل، ممكن تيجي الرسمة بالشكل ده كده. انا مبصش لدول، انا ببص على المستوى المحور الافقي. اذا لقيت الـ VL يتقدم على التيار يبقى بهذا الشكل، لو جينا عبرنا عنها بالرسم، لو قلنا ده التيار اهوت اللي هو اي، هنلاقي الجهد كمتجه، الجهد يتقدم، الفي ال اهوت، الفي ال
يعني الجهد عبر الملف يتقدم بزاوية كام؟ 90 درجة، لو رسمناها كمتجهة بهذا الشكل. وفي الحالة دي هنسمي الممنعة التي يلاقيها التيار المتردد بحاجة اسمها المفاعلة الحسية. يبقى منين نقول ايه هي المفاعلة الحسية؟ هنقول نفس الطريقة زي مقاومة بالظبط بس للتيار المتردد. هنقول هي الممنعة التي يلاقيها التيار المتردد في ملف بسبب مين؟ بسبب حاسه الذات. لو عامل حاسه نقول هي الممنعة التي يلاقيها التيار المتردد في ملف بسبب حاسه الذاتي. طبعا المفاعلة دي هنديها طبعا مقاومة R، أما المفاعلة هنسميها XL. شوف خلي بالك كده اسمها مفاعلة حسية. دي بتتناسب طرد مع مين؟ مع السرعة الزاوية ومع السرعة الزاوية ومعامل الحس. مع السرعة الزاوية ومعامل الحس. طبعا تشيل التناسب بهذا الشكل، هي تتناسب طرد مع الحس بس السبب حدد بتعتمد على السرعة الزاوية. طب ما السرعة الزاوية بتساوي ايه؟ 2 خلينا نعمل كده 2 باي اف ال. يبقى ده هي الاوميجا، ده السرعة الزاوية، ده هي الاوميجا سرعة الزاوية بتساوي 2 باي اف. لما اجي اقول لك ما العوامل التي يتوقف عليها معامل الحس الذاتي، معامل المفاعلة الحسية، هنقول التردد والحس الذاتي أو معامل الحس الذاتي. طبعا متعودين لما تكون كلها بهذا الشكل يبقى العلاقة بين المفاعلة والتردد الطردي وبين المفاعلة ومعامل حس ايه طرد أيضا، عند لأن الرقم ده رقم ايه ثابت. طيب لو نفترض ان الملف ثابت، يبقى اللي ثابت يبقى العلاقه بين الاكس ال اللي هي المفاعله الحسيه والتردد العلاقه ايه؟ طردي. يعني ايه طردي؟ تعال نشوف كده. يعني كلما زاد، اذا زاد التردد زاد التردد ايه اللي يحصل؟ واذا قل التردد ايه اللي يحصل؟ طيب اذا زاد التردد دي علاقه طردي، احنا عارفين ان هنا علاقه كده طردي. اذا زاد التردد هتزيد المفاعله، زاد التردد تزيد المفاعله. يعني تزيد المفاعله تزيد الممنعه. طبعا المفاعله وحده قياس اوم، المقاومه زي المقاومه بالظبط، يبقى تزيد المفاعله. طب تزيد المفاعله اذا يقل التيار، ممكن يصل انه ينعدم. ولذلك هنا السؤال يقول لك ايه؟ طب وتصبح الدائره ايه؟ وكانها مفتوحه. يعني ايه مفتوحه؟ يعني لا يمر التيار. وهنا ممكن السؤال يقول لك لماذا؟ او ماذا يحدث؟ او علل. تعتبر الدائره مفتوحه في التردد العالي. يبقى نقدر نقول ليه الترددات؟ ليه تعتبر الدائره مفتوحه؟ او لا يمر التيار عندها في الترددات العالية؟ الإجابة لأن إذا زاد التردد، هتقول بما أن قانون إذا زاد التردد زادت المفاعلة. طب وإذا زادت المفاعلة يعني تزيد الممنعة، مفاعلة يعني الممنعة، ممنعة، وأن تزيد الممنعة يعني الترهيب يمتنع عن المرور أو يضعف أو يقل، إذا يقل التيار، وكأن وحتى تصل إن الدرجة تكون إيه؟ مفتوحة، يعني لا يمر التيار، وبالتالي تعتبر الدائرة مفتوحة. هنا العكس. قل التردد، قلت الممنعة أو المفاعلة. طب قلت المفاعلة إذن يمر التيار
وتبقى الدائره هنا ايه مغلقه، تبقى الدائره مغلقه. ولو خدناها بشكل عالي نفس الطريقه في الترددات المنخفضه، يمر التيار، او تبقى دائره مغلقه. الاجابه لهذا الشكل. يبقى السؤال لك ماذا يحدث، ممكن سؤال يقول لك علل فسر بهذا الشكل. طيب طريقه توصيل، طريقه توصيل الملفات بالظبط زي المقاومات. توصيل الملفات على التوالي زي بالظبط على التوالي وعلى التوازي. على التوالي بتبقى المفاعلة أكبر ما يمكن، يعني قلنا دول كده، ده ملف، ده ملف بالشكل ده. يبقى لو جينا نقول هنا اكس ال، المفاعل هنا اكس ال 2، هنا اكس ال 3، بالظبط زي المقاومات. نقدر نقول اكس ال الكلية شرطة هتساوي اكس ال 1 زائد اكس ال 2 وهكذا. متشابهين، هنقول اكس ال الكلية شرطة هتساوي احد المفاعلات في عددها. هنا العكس على التوازي. على التوازي لو الملفات بهذا الشكل، بهذا الشكل ده كده، هنقول لو ده اكس ال 1 اكس ال 2 اكس ال 3، يبقى نقدر نقول 1 على اكس ال الكلية هتساوي شرطة هتساوي 1 على اكس ال 1 زائد 1 على اكس ال 2 الى اخره. اذا كانوا متشابهين هنقول اكس ال شرطة كلية هتساوي احدهما على عددهم. طب لو كانوا اثنين هنقول حاصل ضربهم على حاصل ايه؟ جمع. ده ملفين بالشكل ده على التوازي. مثال سريع كده، هنا 200 فولت او من اسمها كلمة فولت يعني فرق جهد، 50 هرتز يعني التردد. هنا نقدر لو قلنا 3 من 10 هنري، واحد قياس معامل الحاسة ذات امتفاعنا هنري، 6 من 10 هنري، بالشكل ده. وديت مثلا 2، او نقدر نقول مثلا 8 من 10 هنري. السؤال بيقول لك ايه؟ في المثال المقابل احسب شدة التيار المرة في كل ملف. في الحالة ديت نبسط الدائرة، دول على التوازي زي المقاومات بالظبط، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يبقى أصبح شكلها كده. يبقى الاتنين دول حاصل ضربهم جمعهم يطلع الناتج 2 من 10 هنري. أصبحوا ده هما مع دي توالي بالشكل ده، 8 من 10 هنري. إذا أصبح إن الملفات إن ال كلها بكام؟ ال كلها بواحد هنري. طيب عرفنا ال، أول ما نلاقي ال وعندك التردد معروف، نقدر نجيب الإكس ال. الإكس ال بتساوي إيه؟ 2 باي اف ال، كله معلوم. ال الكلية جبناها كام؟ 1، التردد 50 هرتز، الباي معروفة 22/7 في 2، وهنطلع الإكس ال. طيب جبنا اكس ال الكليه. اذا جبنا اكس ال الكليه نقدر نجيب من المثلث اللي احنا عارفينه كده، في في الحاله دي بدل ما نقول اي، لو قلنا في ال يبقى دي اسمها اكس ال، هيبقى كله معلوم ما عدا مين؟ اي كليه. دي كده اي كليه، اي كليه. تعال احسب اي كليه زي القانون بالظبط. اي كليه هيساوي التيار كله هيساوي في ال على اكس ال. اذا اي كليه بتساوي
اي كليه بتساوي في الكليه احنا قلنا بكام؟ في الكليه 200 فولت، 200 فولت على اكس اكس ال الكليه اللي هتطلع. طلعنا الاي، اذا جبنا الاي خلاص الامر بقى بسيط، نفس طريقه المقاومات بالظبط. هنقول اكس ال الفرع في جهد الفرع بيساوي اكس ال بيساوي ال الكل في اي كل، ونقدر نحسب كل تيار كل كل ايه. طب عايزين نحسب الجهد هنا، بسيط، الجهد في ال بتساوي اي في اكس ال، وعندنا الاي هنجيبه موجبناه، والاكس ال يعني نجيب لو قرأت الفولتاميتر في هذا المكان، وهكذا. ده مثال سريع كده على مراجعة سريعة على المفاعلة الحسية. لو رحنا على المكثف، المكثف لما نيجي نعرفه او هو مكثف عبارة عن لوحين معدنيين بينهم عزل، بس لوحين معدنيين كده بينهم عزل. حتى لما نيجي نعبر عنه في الرسم بالشكل ده بعكس البطارية، البطارية كان قطب موجب قطب سائل، لا دي لوحين معدنيين بينهم عزل، يبقى نقول هو عبارة عن لوحين معدنيين بينهما عازل. طيب مين اسمه مكثف؟ يبقى اذا مستخدم في تكثيف الشحنات، اذا مستخدم في تكثيف الشحنات. يعني ايه تكثيف الشحنات؟ اسم مفعول تكثيف، تخزين الشحنات. هيقول طب تخزين الشحنات ازاي؟ بسيط، لو فرضنا ان احنا عندنا مكثف، شوف الفرق بين رسم المكثف ورسم البطاريه، البطاريه قطب موجب قطب سالب بالشكل ده، وده مفتاح لقفل فتح الدايره، هنسمي اللوح ده ايه واللوح ده بيه. ممكن نسمي على دي عمليه شحن المكثف بتيار مستمر، شحن المكثف عشان نشوف كده عمله، شحن المكثف بتيار مستمر، كثف بتيار مستمر. ماذا يحدث عند غلق الدائرة؟ هل التيار يمر باستمرار؟ لا، التيار يمر لحظيا، يمر التيار لحظيا ثم يتوقف. طب قلنا لماذا يمر لحظيا ثم يتوقف؟ ده هنسميها عملية شحن المكثف. يمر لحظيا ليه؟ ايه سبب مروره؟ طبعا ده جهد موجب وده جهده صفر لان لسه مش حنش. اذا ينتقل التيار من الجهد الاعلى الى الجهد الاقل، يبقى يمر لحظيا لان ينتقل من جهد اعلى اللي هو البطارية الى اقل اللي هو اللوح مثلا. طيب يتوقف ليه؟ يتوقف لحظة تساوى جهد، وتقف لتساوي، إجابة هنا لتساوي لوح A مع الجهد الموجب، وتساوى اللوح B مع الجهد السالب، زي الأنبوبة اللي هي حرف U كده بالشكل ده كده. طول ما في ارتفاع في الماء هنا عن الفرع ده هينتقل الماء، ولكن لحظة ما يتساوى الارتفاع خلاص يتوقف انتقال الماء. وبمثل الشبه ده طول ما الجهد الموجب اعلى هيمر التيار، ولحين تساوي شحن المكثف بالتيار الايه المتردد. احنا عارفين ان التيار المتردد اربع دورات بالشكل كده، لو خدناه بالشكل ده كده التيار المتردد في الدورة الواحدة بالشكل ده كده، ربع الدورة الأولى يزداد ثم يصل إلى عظمة، ثم ربع الدورة الثاني يقل وينعدم، ثم في ربع الدورة الثالث يعكس اتجاهه ويزداد ثم يصل إلى عظمة، ثم في ربع الدورة الرابع يقل وينعدم. يبقى ده الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. يبقى الربع الثاني هو الربع إيه؟ الرابع.
هناخد كل واحد من دول، يعني مثلا لو فرضنا في الربع الاول الملف بهذا الشكل، المكسب بالشكل ده كده اهو، في الربع الدورة الاولى طبعا كان ده موجب وده سالب، فالجهد بيزداد يزداد يزداد يزداد، وفي الحالة دي اصبح الجهد اعلى، اذا يشحن المكثف بهذا الشكل، هنا موجب اصبح لو ده موجب هنا موجب وهنا ايه سالب، يبقى في الربع الاول شحن. طيب في الربع الثاني اللي هو الربع الثاني هيصبح المكثف هو اللي جهده اعلى، في الربع الاول كانت البطاريه جهدها اعلى فهي اللي كانت بتشحن المكثف، في الربع الثاني الربع الثاني هو ده كده هيبدا المكثف هو جهده اللي هيكون ايه اعلى، لان البطاريه جهدها بيقل، جهد البطارية يقل، فأصبح جهد المكثف أعلى، فيقوم الجهد الأعلى هو بعد ما كان عليه شحن مجابة يبدأ يفرغ كده، يبقى ده عملية تفريغ المكثف، يبقى الربع التاني يفرغ يفرغ المكثف. طيب الربع التالت اللي هو الربع التالت ده أصبح المكثف فارغ، ولكن الجهد يبدأ يزداد، بس بيزداد الجهد بس بطريقه عكسيه عكس اتجاهه، بعد ما كان القطب ده موجب هيبقى ده اللي سالب وده اللي موجب، ويشحن بس العكس، يعني بعد ما كان القطب ده موجب ده هيشحن بقطب بشحنه سالبه وهنا شحنه موجبه، ونسميها عمليه شحن شحن المكثف بس باختلاف قطبي المكثف. تعال نشوف الربع الرابع، الربع الرابع اللي هو ده كده هيصبح بقى المكثف هو اللي عليه شحنات، ويبدا الجهد الكهربي هو اللي يقل، الجهد الكهربي كده يبدا يقل يقل، فيبقى جهد المكثف اعلى، فيقوم يفرغ ايه شحناته وتسمى عمليه التفريغ. تخيل ان في خلال دوره واحده يشحن، دي عمليه شحن في الربع الدوره الاولى، في الربع الثاني يفرغ، ربع الدوره الثالث يشحن، ربع الرابع يفرغ، ربع الرابع الدورة يفرغ. إذا تخيل في دورة واحدة يشحن يفرغ يشحن يفرغ في دورة واحدة، طب وتوتر الهرتز كم هرتز؟ 50 هرتز. تخيل يحدث يتم، إذا تتم عملية شحن وتفريغ، تتم عملية شحن وتفريغ في كل دورة. تخيل في الثانية الواحدة كام؟ 50 هرتز في الثانية. إذا ده تفسير، ولما يجي يسأل لك إيه فسر لماذا يمر التيار المستمر، إذا يمر التيار المتردد، قصدي يمر التيار المتردد في المكثف، ليه؟ لأنه بيشحن ويفرغ في الدورة الواحدة 4 مرات وفي الثانية الواحدة 50 هرتز، بعكس التيار المستمر، بعكس التيار المستمر لا يمر، بعكس التيار المستمر لا يمر. طب ليه يمر؟ زي ما شفنا لا يمر، لان التيار يمر لحظيا لحين شحن لوحي المكثف ثم يتوقف تماما. طيب تعال نشوف يعني ايه ساعة مكثف. ساعة المكثف طبعا الكباسيتي هنقول عليها سي، الساعة كل ما المكثف خزن شحنات أكتر كل ما كان سعته أكتر، وذلك الساعة هي كمية الكهرباء لازمة لتغير الجهد المقدار الواحد. إذن الساعة موصل هتعرفها، هنقول هي كمية الكهرباء، هي كمية شحن. لما يكون مثلا عندك إناء، أنا إيه نفس الارتفاع كده كمثال خارجي كده، هل ساعة الإناء واحد ساعة الإناء اثنين؟ طبعا لا، مين أكبر بالعقل والمنطق؟ اثنين، ليه؟ هما لهم نفس الارتفاع، هنفترض نفس الارتفاع، هل كمية المية لملي هذا الإناء زي كمية الماء الكافية لملي هذا الإناء؟ طبعا بالمنطق إن هنا أكبر، يبقى هنسمي ساعته أكبر، يبقى سمينا الساعة هنا بكمية الماء التي تعمل على ملئه. نفس الفكرة، يبقى البسط يساوي البسط لما يكون المقام بيساوي المقام، فنقول
هنثبت المقام اللي هي 1 إيكولوم مثلا، فنقول هي سعر، هي كمية الكهربية اللازمة لتغير السعر الجهد مقدار 1 كولوم، 1 فولت سوري، 1 فولت. يبقى نقدر نقول سعة المكثف، هنقول هي كمية الشحنة الكهربية، كمية الشحنة الكهربية اللازمة لتغير السعة، اللازمة لتغير الجهد، لتغير الجهد 1 فولت أو مقدار الواحد. طبعا السعة الكهربية ديت بتقاس بوحدة اسمها فاراد نسبة، يبقى هنا فاراد اف، وكمية الكهربية خدتها قبل كده بالكولوم، 1 كولوم كولوم، وفرق الجهد بايه؟ ب1 فولت. طريقة تعريف الفاراد بالطريقة اللي احنا عارفينها، الفاراد هو سعة موصل أو سعة مكثف شحنته 1 كولوم، شحنته 1 كولوم وجهده 1 فولت. تاني تعريف الفاراد، الفاراد هنقول الفاراد، طريقة تعريف الفاراد هو سعة مكثف، الفاراد، الفاراد هو سعة مكثف، الفاراد هو سعة مكثف، يلزمه شحنة، يلزمه كمية كهربية، يلزمه شحنة كهربية مقدارها كام؟ وكمية شحنة كهربية يا الكوانتيتي 1 كولوم لرفع جهده أو لتغيير جهده، لتغيير جهده بمقدار 1 فولت. ممكن سؤال شكل تاني، اكتب الكمية الفيزيائية التي وحدة قياسها كولوم على الفولت. واحد اكتب، فلو قلنا وحدة قياس نقول عليها كولوم على الفولت، على الفولت، أو ممكن تكافئ ايه؟ هنقول تكافئ فاراد. يبقى نقدر نقول ما هي وحدات قياس السعة الكهربية للموصل، هنقول أما فاراد أو كولوم، فاراد أو تكافئ كولوم على الفولت اللي هي كولوم فولت سالب 1. المكثفات هتكون عكس مين؟ المكثفات عكس المقاومات والملفات. يعني ايه عكس؟ لو طبعا نقول توازي، نقول في توالي، في توالي، طريقة توالي وطريقة ايه؟ توازي، توازي. ركز معايا الاستنتاج ازاي. لما نقول توالي يبقى الكمية الكهربية، ده المكثف الاولاني، المكثف الثاني، المكثف الثالث، C1 C2 C3 دول توالي. توالي هنا بتتميز بايه؟ لان احنا قلنا الكيو ده مصدر تيار متردد، لان هيمر، لو مستمر مش هيمر. في الحاله ديت الكيو هنا هي نفس الكيو هنا، هي نفس الكيو. ليه؟ لان كميه الشحنات، اذا الكون هنا موجب سالب، هنا موجب سالب، نفس الكميه بالظبط. طيب المثلث اللي احنا عارفينه السعه بتساوي كيو على فوليوم. طيب اذا لو جينا نقول هنا بقى الجهد هنا، لو جمعنا الجهد هنا زائد الجهد هنا زائد الجهد هيساوي الجهد الكلي. هتقول نجمع الجهد هنا ليه؟ لان هما نفس المكثفات، يبقى لهم نفس التطور، نفسهم كل شيء. يبقى الجهد الكلي هيساوي الجهد المكثف الاول زائد جهد المكثف الثاني زائد جهد المكثف الثالث الى اخره. تعال نعوض عن الفي، الفي بتساوي ايه؟ كيو على سي، هتساوي كيو 1 على سي 1 زي كيو 2 على سي 2 وهكذا. لما اتفقنا ان الكيو ثابته، يبقى نقول بالقسمه، بالقسمه على كيو، يبقى دي راحت مع بعضها. اذا فعلا 1 على سي الكليه هتساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 الى اخره. تلاحظ هنا ايه؟ كنا في التوالي المقاومات والملفات زي بعض، لكن هنا التوالي لا، كانها بالظبط نتعامل معاها كانها توازي. وده الاستنتاج البسيط، لان الجهد هنا بنجمع الجهود، يبقى الجهد الكلي بيساوي الجهد الاول زائد الجهد الثاني الى اخره. هنعوض لو شلنا دي كده، يبقى الفي، الفي بتساوي ايه؟ كيو على ايه؟ على سي. في بتساوي كيو على سي وهكذا.
والكيو ثابتة بالقسمة على الكيو يبقى تبقى لنا بهذا الشكل. لو كانوا اتنين فقط ان الحاصل ضربهم على جمعهم اذا كانوا متشابهين يبقى سي الكلية هتساوي ان في سي. يبقى اذا كانوا متشابهين هنقول الساعة الكلية بيساوي احد الساعات في عددها. اذا كانوا اتنين حاصل ضربهما يبقى اذا كانوا الاتنين هنقول سي 1 سي 2 على سي 1 زائد سي 2 كانها بالظبط زي نظام التوازي اللي في المقاومات. تعال نشوف بقى التوازي. لو قلنا المكثفات ديت بالشكل ده كده ده سي 1 ده سي 2 ده سي 3 سي 1 سي 2 سي 3 طبعا دول هنرسمهم كده توازي بالشكل ده. الجهد احنا عارفين الجهد ثابت ده تيار برضه متردد الجهد ثابت يبقى الشحنات الكليه اللي هتمر هنا شويه رايحين كيو هنا وشويه كيو كميه كهربيه بهذا الشكل بحيث كيو كليه كيو كليه هتساوي كيو 1 زائد كيو 2 الى اخره. هنشيل في المثلث في المره بقى نشيل مين الكيو الكيو بتساوي سي في الكيو الكيو نغطي دي كده يبقى سي في يبقى نشيل كيو هتبقى هنا سي كلية في في كلية هتساوي سي 1 في كيو 1 في في 1 زائد سي 2 في في 2 وهكذا. طب احنا عارفين الجهد ثابت لان الجهد بين نقطتين الجهد هنا على التوازي ثابت يبقى بالقسمة على مين؟ على في بالقسمة على في اذا الفي راحت مع الفي اذا سي كلية سي كلية هتساوي سي 1 زائد سي 2 الى اخره. لو كانوا متشابهين هنقول سي كلية هنقول احد الساعات اسف هنا سي كلية هتساوي احد الساعات على عددي احد الساعات على عددي لكن هنا هنقول احد الساعات في عددي لان التوازي بهذا الشكل. مكثف الدائرة دي نسميها دائرة مكثف دائرة مكثف ساعوي عديم المقاومة. لو رسمنا العلاقة هنلاحظ في الربع الضرب المرضي بقى التيار هيبدأ يمر عشان هينتج عنها مجال. المكثف بينشأ عنه مجال كهربي. ليه مجال كهربي؟ يعني لو هنا مثلا موجب سالب سالب موجب يبقى المجال هينشأ هنا مجال كهربي متغير. التيار في الربع الدورة الأولى بيزداد حتى يصل إلى عظمة ثم يقل لحظة غلق الدايرة زي ما شفنا بالشكل ده بالوضع اللي احنا شفناه بالوضع ده كده يبقى ده نسميه الآي شدة التيار. هينشأ عنه مجال مجال بقى مجال كهربي بس المجال الكهربي هنا في الحالة ديت هيتخلف احنا عارفين ده صفر 90 180 270 360 في الحالة ديت التيار متقدم الجهد هيبدأ بقى بعده ب 90 درجة بالشكل ده كده نفس النظام بالشكل ده يبقى الفي ال الفي سي يبقى الجهد يتخلف عن التيار او التيار يتقدم. يعني لو جينا قلنا التيار بهذا الشكل في رسم المتجهات ده الاي بهذا الشكل هنلاقي ان الجهد يتخلف بالشكل ده كده هنسميه في سي في سي. يبقى هنا نقدر نقول الجهد يتاخر يبقى فرق التور فرق التور هنا هيساوي 90 درجه لصالح ان الجهد هو اللي يتقدم. برضه لو جت في الشكل الرسمي بالشكل ده كده نبص على الايه على الوضع الافقي اللي هتتقدم مين هنا التيار يبقى ده مكثف بالشكل ده قلناه كده. طيب نفس الفكره التيار هو بيمر بيلاقي ممنع الممنع في حد نسميها المفاعله هنسميه المفاعله السعويه نفس الكلام تعريفه هنقول ايه بقى هي الممنعة التي يلاقيها التيار المتردد هي الممنعة التي يلاقيها أثناء مرور لأن عملية شحن وتفريغ شحن وتفريغ بتلاحظ هنا إن بيبقى فيه ممنعة هذه الممنعة نسميها إكس إيه سي يبقى نقول هي نفس التعريف هي الممنعة
التي يلاقيها التيار المتردد، هي المنعة التي يلاقيها التيار المتردد، هي المنعة التي يلاقيها التيار المتردد. في مكثف بسبب سعته. طيب اذا اكس ال المرة دي هتتناسب عكسي مع مين؟ هتناسب عكسي مع السرعة الزاوية وسعة مكثف، وسعة مكثف. اذا نقدر نقول اكس ال تساوي واحد على اتنين باي الاوميجا اللي اتفقنا عليها قبل كده، اتنين باي اف الاوميجا اللي هي اتنين باي اف في سي. يبقى هو ده القانون. ومن هذا القانون نقدر نطلع ما العوامل، ما العوامل التي تتوقف عليها المفعلة السعوية. طبعا ده ثابت، تتناسب عكسي مع السعة ومع التردد. طب اذا اكس ال اكس سي تتناسب عكسي مع الاف اللي هو التردد، يبقى ده عكس عكس الملف. هنا علاقة عكسية. ايه معنى الكلام ده؟ اذا التردد زاد في الترددات العالية، الترددات العالية يحصل العكس بقى، تقل المفاعلة. طب لما تقل المفاعلة اذن يزيد التيار. طب لما يزيد التيار تبقى الدائرة مغلقة، اذن يمر التيار. اذن ليه بنقول ماذا يحدث؟ اختر ليه يمر التيار في الترددات، في الترددات العالية؟ لان كلما زاد التردد قلت المفاعلة السعوية. طب قلت المفاعلة اذن يزيد التيار. هنا العكس، هنا العكس هنقول في الترددات المنخفضة، الترددات المنخفضة، في الترددات المنخفضة يقل التردد. ايه اللي يحصل؟ اذا تزيد المفاعلة. طب تزيد المفاعلة تزيد الممنعة، اذا لا يمر التيار. وده النقطة دي مهمة جدا، تجيب ماذا يحدث، علل لماذا بهذا الشكل. لو ناخد مثال كده سريع، هنفترض نفس الفكرة، ان عندنا مكثفين بالشكل ده، بالشكل ده، وصلنا تيار متردد بالشكل ده كده، وقلنا ديت مثلا 3 من 10 وحدة قياسها فراد، مثلا قلنا مايكرو فراد، وديت 6 من 10 مايكرو فراد، وديت 8 من 10 او نقدر نقول مثلا اي قيمة 2 من 10 مايكرو فراد، وهنا 200 فولت و50 هرتز بالشكل ده. احسب التيار في كل مكثف. نفس الفكرة، بما ان المكثفين دول توالي نتعامل معهم كأنهم ايه، حاصل ضربهما على حاصل جمعهما، فيطلع الناتج مكثفين قيمتهم 2 من 10 مايكرو فراد. دول توالي هما بنبصلهم نتعامل معهم كأنهم توازي في الحالة السابقة، ان الحاصل ضربهما على حاصل جمعهم. طيب اصبح هنا المكثف اللي تحت قيمته 2 من 10 مايكرو فراد، على ده الاثنين دول توازي، يبقى مجموعهم السعر كلها بتساوي مجموعهم، يبقى بيساوي واحد، الاثنين دول مجموعهم بنجمع يبقى 1 مايكرو فراد. خلاص عندنا السي وعندنا التردد على طول. اول ما تلاقي في المسألة السي والتردد، السي والتردد، سي كلية، نقدر نجيب اكس سي كلية. فينا اكس سي كلية بتساوي 1 على 2 باي اف سي، 2 باي اف سي، يبقى كله معلوم. اكس سي هتساوي 1 على 2 في 3.14 في التردد 50 في السي اللي طلعناها من هنا
اللي هي واحد. مايكرو ما انتش نضرب في 10 اس سالب كام؟ 6، لانها مايكرو بالشكل ده. طلعنا الاكس سي من المثلث اللي احنا عارفينه اللي بهذا الشكل، هتبقى الفي بتساوي، لو قلنا في سي هنا تساوي الاي، وهنا الاكس سي. الاكس سي جبناها، والفي عندنا موجوده كام؟ 200. الفي 200، يبقى نقدر نجيب مين؟ التيار. جبنا التيار نفس الطريقه، لو جبنا التيار نقدر نتعامل معاه بنفس الطريقه بتاع المقاومات، ونقدر نجيب تيار كل فرع بالوضع ده.